الحاجة الثالثة ان احنا بدأنا مشروع المية، وهو عبارة عن ان احنا بنختار 100 خريج فريش جراجويت لسه متخرجين سنة رابعة دلوقتي عشان نعدهم لسوق العمل في المدارس الخاصة والدولية في مصر. رائع. طب نبدأ بالموضوع بتاع المتفوقين منحة المتفوقين. في الحقيقة منحة المتفوقين دي جزء من مشروع مؤسسة التعليم اولا. ان احنا كنا عايزين، احنا في الاخر هدفنا ان انا اوصل للطالب، يا اما اوصل للطالب عن طريق المدرس، يا اما اوصل للطالب داركتلي عن طريق الطالب نفسه.